السلام عليكم ورحمة الله. بهذا الفيديو نتائج اعتراضات الصف الثالث متوسط الدور الثاني لتربية أربيل. طبعا هذه تربية أربيل جميعها مطابقة، تربية أربيل جميعها مطابقة. وهنا عندنا نتائج اعتراضات الصف الثالث متوسط الدور الثاني تربية الكرخ الثانية، عدد المتغيرات واحدة فقط، باقي الأسماء اللي ما ينذكر تعتبر مطابقة. من هي الطالبة؟ تبارك محسن علوان صالح. اسم المدرسة مالتها العراق الأساسية الأهلية للبنات. نوع المتغير إنجليزي 50 بدلا من 35، وتصبح ناجحة ومجموعها 367. تربية هذه بنية الكرخ الثانية، تبارك محسن علوان صالح، إنجليزي 50 كانت درجتها 35، قدمت اعتراض صارت 50. هسه ايش نزلنا؟ نزلنا أربيل جميعها مطابقة، أو نزلنا تربية الكرخ الثانية. وقبل قبل هذا الفيديو نزلت هذا الكرخ الثالثة، هم عندنا واحد متغير اللي هو خاف أحد ما شاف الفيديو، إبراهيم حسن صلاح حمزة، إنجليزي 50 بدلا من 37. يعني هسه نتائج اعتراضات الكرخ الثانية والكرخ الثالثة وأربيل.